السيد نائب الرئيس، ID أوما لجنة دعم الصحفيين، نود لفت انتباهكم من الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحفيين والقطاع الإعلامي بشكل عام. إن تنمية حقوق الإنسان وتعميمها يرتبط بالدرجة الأولى بوسائل الإعلام التي تعتبر المؤشر الأهم لتمتع أي مجتمع بحقوقه الأساسية، ولكن يبدو أن الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أصبح أكثر انتشارا واستسهالا من قبل السلطات التي تستفيد من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط من أجل إسكات الأصوات التي تكشف حقائق ومعلومات لا ترغب هذه السلطات في وصول الجمهور إليها. إن انتهاك حقوق الصحفيين ومؤسساتهم أصبح قاسما مشتركا بين سلطات دول قائمة بذاتها مثل السعودية التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل عدد من الصحفيين اليمنيين بالغارات الجوية وتدمير مكاتب ومقرات عدد من الفضائيات اليمنية مثل قناة المسيرة والفضائية الرسمية وقناة اليمن اليوم وعدد من الإذاعات المحلية في اليمن. أضف إلى ذلك ما يعاني منه النشطاء الإعلاميون في البحرين من اعتقال وسجن وإسقاط للجنسية بسبب محاولتهم نقل ما يجري من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بشفافية ومهنية، بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية مثل داعش والنصرة التي تقوم باستهداف الإعلاميين قتلا وخطفا في بلدان عدة مثل العراق وسوريا. وللأسف فإن هذه الجماعات تنتج موادا تتمكن من التسلل إلى وسائل الإعلام فيما يستهدف الإعلام الذي يدعو للحوار ونبذ الكراهية والتكفير. إن قسما من الصحفيين في الشرق الأوسط لم يعد يحظى بالحماية أثناء قيامه بواجبه المهني وتغطية الأحداث بسبب عدم التزام بعض الدول ومنها السعودية بمنع استهدافهم، وأيضا لم يشعر هؤلاء الصحفيون بالأمان داخل مؤسساتهم لاحتمال تعرضهم للقصف كما يحصل في اليمن، فضلا عن التهديدات المستمرة من الجماعات الإرهابية. وهذا ما يتطلب من مجلسكم الكريم مخاطبة الدول التي باتت تلجأ إلى العنف المفرط لقتل حرية التعبير، كما نأمل من مجلسكم الموقر إقرار مشروع دولي لملاحقة من يرتكب الجرائم بحق الصحفيين. شكرا لكم.